كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام أخوتي المغاربة، أنا يا هو رجل هذيك هاجر مدني بديت تقول لي هي تعرضت للإصابة، أنا ما درتش معها أنا هادشي، هذا اللي تقول غير كذوب، أنا هي داعية على قبل الخيانة، منين بعيد على قبل الخيانة في راس الأمن كلهم، ومشيت عند الأمن منين بعيدها قالوا لي يا صافي سير تشوفها بعينيك وجيبها لينا وتبعها، واش أنا نولي ندير خدمة المخزن؟ ليش خدمة المخزن؟ هي هذيك شوية ولا مشيت لطنجة يحد معاه شوية، عندي أوديوات ما عندي الدليل، كنت تقول لي أنا معيلة معاه صافي، ومشيت عند مو الصحراوة قلت لها ولدك أشنو شنو، قالت لي تجي عندي تلهنا، ومو عارفة بكل شيء. شوية تناقشنا أنا وياه من الأمن ما عطاناش حقنا، مشى الأمن مشينا أنا والأمن طل الدار عندهم، منين صافي الأمن شدوه في يده شوية بدات يعاير الأمن، عاير الأمن ومشى بحاله طلع السطح، الأمن بقى تشوف فيه وقال لي تتصور علينا ومشى بحاله، منين وليت أنا نمشي ونجي على الأمن قلت لهم عطوني حقي علاش ما عطيتونيش حقي وهادي، قالوا لي صافي سير تنغوتوا لي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.